هنا التايم فورمات بقت زي الفيسبوك، تمام. هنا هعمل شوية سي اس اس، هعمل ملف جديد، ملف سي اس اس، احفظه مثلا فولدر سميه سي اس اس، جوه ملف يبقى اسمه ستايل. هنا هعمل مثلا body margin 0، الهاي 100% مثلا، table margin 0 auto عشان تبقى في نص الصفحة، هديلها width 800 بيكسل، هاي اوتو، الاوفر فلو هيدن، شوف لسه ما عملتش لينك للصفحة، لينك css style dot css، تمام. في مشكلة، تمام. هعملها ميرجن من فوق 5% مثلا، تمام. تيبل تي ار ويب 100%، تيبل تي ار تي اتش، تيبل تي ار تي دي، color font size 12 بكسل، padding 5 بكسل، 10 بكسل، هوسط الكلام، تكست الاين سنتر، تمام. هدي لل تيبل باك جراوند، تيبل تي ار تي اتش، باك جراوند كولر تمام. border left 1 بكسل، solid أبيض، نفس الكلام في border right، table tr td border bottom 2 pixels solid white، تمام. نسيب الستايل دلوقتي، هنعمل الباجينيشن دلوقتي. هنقول هنا الليمت، جيب بس ده كله قدام شوية. الليمت يعني أول ليمت لعرض الرسائل في الصفحة هيكون 5، تساوي 5، هعرض 5 رسائل بس في الصفحة. هنقول هنا get، هنعرف في كام رسالة في الانبوكس، في قاعدة البيانات. get total بتساوي MySQL numRows MySQL query select all from messages، وهنا هعمل متغير اسميه total تساوي get total على limit، طبعا مش عايز اي كسور عشرية تظهر لي، unseal، الرقم يطلع لي رقم صحيح،
تمام. هنا هخلي الليمت دي، هقول هنا الأول F not set get B، الجيت بتاعت الصفحة اللي هي هتبقى كده B بتساوي الرقم. لو الجيت تاج دي مش موجودة في ال URL أو الجيت تاج دي قيمتها أقل من أو بتساوي صفر، يبقى offset بتساوي صفر. هنا الأوفسيت ديت بيقول لي هنعرض البيانات من القاعدة من بعد كام. يعني لو أنا عندي مثلا 15 رسالة، هقول له اعرض لي مثلا 5 رسايل من بعد الرسالة رقم 10. هنا بقول له اعرض لي الرسايل من بداية الرسائل خالص. يعني ممكن اقول له مثلا هنا 10 هيعرض لي الرسائل من بعد الرسالة رقم 10، انما انا عاوزه يعرض لي من الصفر خالص لو الجيت مش موجودة في اليو ار ال او بتساوي صفر. else لو الجيت موجودة وما بتساويش صفر، هقول له هنا الاوفست بيساوي. انا هنا ممكن اعرف البي بتساوي جيت، يمكن اعرف الجيت اللي في اليو ار ال في متغير اسمه بي، بدل ما كل شويه اقعد اكتب جيت بي انا هخليها بي. هنا بي، هنا تيل بي ناقص واحد في الليمت، تمام. هنا هقوله offset والليمت، هنشوف. تمام، هو دلوقتي عرض لي الرسائل. لو قلت له مثلا البي بتساوي 2، مفيش رسائل في الصفحة رقم 2 لأن أنا لسه ما عملتش أنا ضايف رسالتين بس في قاعدة البيانات، هحتاج طبعا أضيف أكتر من رسالة. تمام، أنا هنا ضفت 12 رسالة عشان نجرب الباجينيشن. هنا أنا بعرض 5 رسايل بس، هبدأ أعمل باجينيشن. كنترولز بتاعة الباجينيشن اللي بتنقل بينها بين الرسايل، هنا هقوله فور اي، هنا دي الفور لوب، اي بتساوي واحد، اي اصغر من توتال، الاي انكريمنت ايكو اي، نشوف. تمام، كتب لي الصفحات. انا عندي هنا صفحات، صفحة واحد وصفحة اتنين، هنبدأ نعملهم على شكل URL. هنا ببدأ أعرف في ال URL ال get tag بتاعة ال pagination، وبقول بتساوي القيمة رقم الصفحة اللي هو i. نشوف. تمام، هجرب أفتح الصفحة رقم 2. تمام، عرض لي البيانات من بعد رقم 5. الصفحة رقم 1 بتعرض لي من 1 لـ5، الصفحة رقم 2 بتعرض لي من 6 لحد 10. تمام، بس هنا في مشكلة. أنا المفروض هنا عندي 3 صفحات مش صفحتين، المفروض هنا يكتب لي 3، 1 2 3 مش 2، لأن هنا الصفحة التالتة لسه فيها رسالتين، هو أنا كاتب لي صفحتين بس. نشوف، خرج دي بره التيبل، ما جيتش بيه. هي تقريبا المشكلة في الفور لوب.
تمام، نسيت احط اللي يساوي. شوف كده، تمام، 1 2 3 كده الباجينيشن خلص. هنا ممكن اعمل ستايل مثلا، هقوله هنا الاول لو لو النتائج 5 بس مش هيظهر لي الباجينيشن طبعا، لان مفيش رسائل بعد 5. لو عدد الرسائل كلها 5 بس مش محتاج هنا باجينيشن، لان هو مش هيظهر اصلا صفحات. فهقول له هنا لو التوتال اكبر من او يساوي البي، تمام، لا هي تقريبا اكبر من الليمت، تمام، ليمت لو التوتال اكبر من او بيساوي ليمت، خليها اكبر من بس. لو عدد الرسائل كلها اكبر من 5 هيظهر لي الباجينيشن، لو اقل من 5 مش هيظهر. تمام، انا المفروض يظهر تمام بيساوي، ما ظهرش. get total، مش التوتال، ال get total، تمام كده هيظهر الباجينيشن. نعمل له ستايل، هقول له مثلا هنا ايكو div id pages، ايكو ديف. هنا مثلا لو عايز اقول له مثلا لو انا واقف على الصفحة رقم 2 يلغي لي اللينك من على رقم 2، هقول له هنا اي بتساوي بي، لو الصفحة مثلا رقم 2 هي اللي في العنوان رقم 2، ولو غير كده هقول له هنا مثلا هنشيل اللينك بقى، احنا مش عايزين لينك. لو هو واقف على الصفحة نديلها مثلا class active، هعمل لها مثلا class button عشان اديلها style، او مش مشكلة. تمام، هنشوف انا واقف دلوقتي على الصفحة رقم 1 في مشكلة او ما حطتش. تمام، هنا اللينك اتشال من على رقم 1 لانه واقف عليها. لو رحت رقم 2 اللينك اتشال من على رقم 2، ظهر على رقم 1. تمام، هعمل ستايل هنا، هقول له ميزس مارجن اوتو، الواتس هقوله هنا زي بالظبط تيبل بيجز. شوف كده، بيجز مارجن صفر، بيجز ايه display online block، auto margin 1%، تمام. هو هنا المفروض هعمل echo قبل الفور لوب، لان هو كده كرر لي الديف 3 مرات عشان الفور لوب. كده المفروض تبقى مظبوطة، تمام. والله هنا مارجن من اليمين مثلا 10 بكسل،
تمام، اديله بادينج 5 بكسل، الباك جراوند نشوف، تمام، color white، border radius 3 بكسل، نعملها للويب كات عشان السفاري براوزر، اديله فونت فاميلي، فونت سايز 12 بكسل، تكست ديكوريشن نون، اخلي البادنج من الليفت والرايت مثلا 10 بكسل، تمام. هنا مش محتاج باك جراوند للبيجز، باك جراوند ترانسبيرنت، تمام. وهنا هعمل كلاس اكتيف، باك جراوند سي 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 كولر، نعملها important، تمام كده. الصفحة اللي أنا واقف عليها اللينك بتشال من عليها وبتعمل لها ستايل معين. نكمل إن شاء الله في الدرس الجاي.